عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة رودي الإخبارية. النهاردة يا جماعة موضوعنا عن الإسكان العاشر. طبعا احنا كنا مقدمين فيه والحمد لله جات لنا الشقة، بس أنا حبيت أنقل لكم تجربتنا. هقول لكم إن شاء الله في آخر الفيديو احنا كان قررنا إيه إن شاء الله بخصوص موضوع الشقة، إن كنا هناخدها أو لأ. فاحنا هنعرض مع بعض المصاريف اللي احنا دفعناها، وياريت بقى تكتبولي في التعليقات هل المصاريف كده كتير وسعر الشقة كده كبير ولا السعر مناسب، لأن أنا بصراحة مستغلين الشقة جدا. يعني في البداية دول 10 أقساط اللي كنا بندفع كل 3 شهور كنا بندفع 2050 جنيه، يعني في 10 أقساط ب20,000 جنيه. 20,000 جنيه دول دفعناهم الأقساط اللي كل 3 شهور 2000 جنيه، ودفعنا كمان المقدم كان 14,000 جنيه زي ما حضراتكم شايفين اهو، 14,000 و300 جنيه دي رسوم إدارية و50 جنيه أجرة بريدية. دي من ضمن المصاريف، يعني 20,000 و14,000 يعني حوالي 15,000. ودفعنا كمان دي 100 جنيه رسوم إدارية و20 جنيه برضو أجرة بريدية. طبعا ده غير الإجراءات اللي دفعناها في تخليص الأوراق والحاجات دي كلها. تمام. طيب دي الورقة اللي احنا خدناها من البنك، دي المعاينة اللي بعد ما جه المعاينة واتصلوا علينا في البنك، وزوجي راح للبنك في العاشر، الشقة جايلنا في العاشر من رمضان. يعني الشقة اولا جايلنا في الدور الرابع، يعني الدور اللي قبل الاخير. مساحة الشقة 90 متر، سعر الوحدة مكتوب 247,000، لكن لو دفعنا المصاريف والأقساط اللي هقولكوا عليها دلوقتي اللي هتندفع بعد كده على مدار 20 سنة هتبقى أكتر من كده، أكتر من 247,500. طبعا الوحدة جاية لنا في العاشر من رمضان. طيب المقدم اللي المفروض هندفعه كام؟ 66,500. 66,500، يا رب الصورة بس تكون واضحة. دي الأقساط اللي هندفعها بعد ما نستلم الوحدة. عشان نستلم الوحدة هندفع 66,500. القسط الشهري 632 جنيه، بس متصاعد لمدة 20 سنة بزيادة 7%، يعني كل سنة القسط ده هيزيد بنسبة 7%، يعني آخر قسط هيبقى ب2,286 جنيه، ده آخر قسط هيندفع للشقة. يعني الشقة هتبقى بعد ما تستلمها هتبقى إيجار، هندفع إيجار لمدة 20 سنة، أول قسط 632 وزيادة 7%. المقدم 66,000 هي دي النقطة اللي ان احنا مستغلينها جامد، يعني شقة اسكان اجتماعي المفروض انها محدود الدخل. كان الاول كام؟ يعني يا ريت الناس تكتب لنا في التعليقات، الناس اللي خدت شقة قبل كده كان اول قسط او المقدم اللي كانوا بيدفعوه تقريبا كان 14,000 برضو او 15,000، لكن انه يوصل ل66,000 لا، انا احنا شايفين ان كده كتير، شايفين واحنا يعني باحتمال كبير جدا ان احنا مش هناخد الشقة. بس هو للأسف ان طالما اسمنا نزل من ضمن الوحدات اللي تخصص لها، يعني من ضمن الناس احنا تخصص لنا وحدة، فاحنا مش هينفع نقدم تاني في اي حاجة تخص الاسكان الاجتماعي، وده العيب الوحيد في الموضوع ده كله، ان احنا ما ينفعش لا نقدم على ارض حتى ولا نقدم في مكان تاني. هو ده، هي دي كانت الفرصة الوحيدة. لكن شقة
90 متر المساحة كويسة، وعلى فكرة المكان كويس، يعني الشقة واخدينها يعني مع الناس اللي هم كانوا في الإعلان الثامن، يعني المنطقة حيوية، المنطقة فيها كهرباء وفيها كل الخدمات. طبعا كان في فيديو مصورين فيه الوحدة نفسها، وجميلة جدا. يعني هو ناقصها بس اللي هي الخضرة واللاندسكيب والحاجات دي، بس يعني ايه، حاجات كماليات، لكن مش حاجات، الحاجات الأساسية متوفرة فيه. فأنا مش عارفة، أنا بناخد دلوقتي ده الفيديو ده عامل ايه عشان تساعدونا في ان احنا ناخد قرار. هل الوحدة كده غالية؟ وحدة إسكان اجتماعي يعني محدود الدخل، ندفع 66,500 مقدم؟ طبعا احنا سألنا في البنك، قال ما ينفعش، ما ينفعش نقلل عن كده. لو حتى قللوا هيقللوا حاجة بسيطة وهيزودوا في الأقساط، فهي دي قصاد دي. يعني هو ده الفيديو بتاعنا. يا ريت تكتبولي في التعليقات لو عندكم اي استفسارات، ويا ريت اللي عنده اي نصيحة لنا طبعا يكتبها لنا، او اللي عنده تجربة، او اللي خد بالفعل شقة. يعني هي الفكرة في منطقة العاشر من رمضان، يعني تعتبر اقل منطقة. طبعا حضراتكم عارفين ان في بدر، في 6 اكتوبر، المناطق دي كلها طبعا فرق جامد طبعا عن العاشر. فطبعا في الفترة الأخيرة حدائق العاصمة دي طبعا حاجة تانية خالص. فأنا مش عارفة، يعني احنا مش عارفين هل يعني الأقساط دي كلها والتمن ده لشقة في الدور الرابع، في الدور الرابع كمان. يعني طبعا الادوار الاخيرة دي بتبقى طبعا لو حبينا نبيعها بعد كده او نأجرها، بتبقى الفرصة يعني مش متاحة، او يعني الادوار الاولانية بتبقى احسن. بس هي في منطقة كويسة، والمنطقة يعني حيوية زي ما قلت لكم، لكن شايفين انها غالية. يعني احنا يعني بنسبة 70% احتمال ان احنا نتنازل عنها، او نشوف لو حد محتاج الوحدة دي ممكن نديها له ان شاء الله. يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات رأيكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك عشان الفيديو يترفع ويوصل لاكبر عدد يشوف الفيديو، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وحصري بنقدمه من قناة رودي الإخباري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.